السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير ثم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على أكلة اللي كتجي سهلة وكتجي لذيذة. وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير، ولا عجبكم ما تنسوا تشتركوا في القناة اللي ما مشتركينش في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد. واللي قدامي على القناة كنقول لكم الى عجبكم الفيديو ديروا لايك. وبسم الله غادي نبدا معكم المقادير. انا هنايا عندي واحد 4 الحبات ديال البطاطا اللي غادي نقطعهم هكا رقاق، يعني باش دغيا كتوجد معنا وكطيب بعد ما قطعناها وغسلتها عاوتاني في الغسيل باش يحيد من هذاك النشا. وهنا كندير واحد الكميه قليله ديال واحد المعلقه كبيره ديال الزيت النباتيه، كنديرها في الصينيه اللي غادي ندخلها الفران. صافي، وكنشف البطاطا مزيان من الماء باش ما كتعجنش لينا. وغادي ندير الملح حسب الذوق، واحد نص معلقه ديال الملحه، وكندير راس المعلقه ديال الابزار او الفلفل الاسود. وغادي ندير واحد المعلقه ديال الزيت النباتيه او جوج معالق. صافي، غادي نحرك هاد البطاطا ديالنا حتى كتشرب هذيك التتبيله ديك المليحه وكتلبس لينا بالزيت، يعني بعد ما كنلبسوها بداك المعلقه ديال الزيت راها ما كتلصقش كطيب. وهنا غادي نديرها في الصينيه ديال الفران وغادي ندخلها الفران. هنايا انا عندي الفرفاره، غادي نخدم على الفرفاره وكنخليها تشوى. واللي ما عندوش الفرفاره كيشعل عليها الفران من الفوق. صافي، وكيخليها طيب. هنا كنجيب واحد 4 الحبات ديال المطيشه اللي كنحيد لهم الزريعه وتنقطعهم هكا رقاق، يعني كنحيد هذاك الماء وكنحيد الزريعه باش الاكله ديالنا تكون خاتره وملبيه وما تكونش في هذيك الحموضه ديال الماء ديال الزريعه. وغادي نستمر على المطيشه ديالنا حتى كنكملوها بحال هكا. كما قلت لكم هذه اكله سهله بالخف كنوجدوها، كنديروا كل شيء في مره. صافي، غادي نجيب هنا جوج حبات، حبه غادي نقطعها وغادي نخليها اللحم المفروم او الكفته، وحده غادي نديرها هكا في مع مطيشه. هذه اللي غادي ندير مع الكفته، كنرققها مزيان كنقطعها باش كتجي رقيقه. استمر عليها بحال هكا. صافي، وغادي نقطع البصله اللي كيف ما قلت لكم غادي ندير مع مطيشه، كنديرها هكا في الطنجره. انا غادي ندير كل شيء في مره. هنا قطعت الفلافل، عندي فلفله حمراء وفلفله خضراء. غادي ندير الزيت، واحد جوج معالق ديال الزيت النباتيه، وغادي نملح حسب الذوق. غادي ندير نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الكمون، معلقه صغيره ديال البابريكا او التحميره او فلفله حلوه، وكندير نص معلقه ديال الخرقوم، واحد نص معلقه ديال القزبر يابس. صافي، كنكتفي بهاد التتبيله. غادي نخلط كلشي في مره لانني غادي نطيب هاد هاد لاصوص هكا عشوائي، ما غاديش بحال هكا ما غاديش نشحر كل حاجه بوحدها. صافي، غادي نجيب ديك البصله وغادي ندير عليها هاد الكفته اللي عندنا. انا عندي هنا واحد 400 غرام ديال الكفته او 500 غرام. كندير الملح وكندير الكمون وراس المعلقه ديال الابزار او الفلفل الاسود والتحميره او البابريكا. كندير هنا القزبر، كندير النص ديالو، النص غادي نخليه باش غادي نديرو في الطنجره. صافي، وكنعجن الكفته ديالنا، كنعجنها مزيان حتى كتخلط ديك العناصر. انا هنايا راه درت الثومه وتحذف ليا الفيديو، كندير واحد جوج فصوص ديال الثوم.
ضروري ما نساوهمش. صافي وكنخلط مزيان. صافي واحد 5 دقائق كتبدا طيب لينا هكا لاصوص ديالنا. وغادي نجيبو الكفته كنحرك هكا مزيان. صافي الكفته ديالنا درتها كويرات وغادي نضيفها هكا في فوق لاصوص، راها كتجي لذيذه وكتجي رائعه. هنا الا كنا مزروبين راه دغيا كنوجدوها، ما كتعطلش، نقدر نوجدوها حتى في الطاجين ما كتعطلش في الطياب، يعني راه عاد كتسخن الطنجره ولا الطاجين. صافي كنخليوها 10 دقائق كتكون موجوده هي ولاصوص. صافي بعد ما غادي نكمل هكا تستف ديال الكويرات ديال الكفته، غادي نجيب واحد الكميه ديال الزيتون قليله، شي حبات ديال الزيتون بحال هكا، وغادي نضيفهم لي انا عندي الزيتون بالعظم هذا الخضر، تقدروا ديروا معاه حتى الزيتون الاحمر تيجي معها زوين. صافي وكنغطي عليها وكنخليها طيب. هنا البطاطا ديالنا هي وجدات بعد ما طابت، حنا وجدناها جات مشويه بحال هكا احسن ما كنقليوها. الطاجين ديال الكفته ديالنا ها هو موجود بلاصوص. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.